عزيزي أنا، بعض الناس لا يدخلون إلى حياتك ليحبوك، بل إنهم يدخلون إليها ليستغلوك. إنهم لا يرونك كشخص، بل يرونك كفرصة. أعلم أنك بحاجة لدعمهم، إني أفهمك، ولكنك لست بحاجة دعمهم. لا تجعل قلة دعمهم تسبب لك قلة في الإيمان، وأنا أفهمك. ستقول: من سيدعمني إذن؟ هناك عدد كبير من الأشخاص الذين ينتظرون لكي يدعموك، لذا لا تجعل أولئك الذين لا يقدمون لك الدعم يمنعوك من رؤية هذا. وأريد أن أكون واضحا فيما أقوله: بداية الأمر برمته من عندك، محبتي أنت.